هدي 125 جنيه اربعة ايه؟ والشيرينات والبرايز اللي عندك دي عملت 20 جنيه. يا جدعان انا حاسس ان انا عملت ببي جنيهات. يا عم اخلص معانا كام؟ ثانية واحدة، شيرينات ميات 1420 جنيه 35 قرش. ماشي، الفلوس دي تترد لابويا يا جدعان اول ما نرجع من السفر يعني بعد اذنكم. يا اختي. ولا عيب يالا. في ايه؟ انت قاعد مع حورس. انت عارف يعني ايه قاعد مع حورس؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ ما هو قال لك يعني ايه؟ في ايه؟ ماشي. وانت ابوك يالا كان بيشحت في الثمانينات ولا ايه؟ ايه الشيلينات والبرايز دي كلها؟ ابويا بيشحت بس بشرف يا حورس. شرف ايه يالا وقرف ايه؟ ما خلص يا ابني انت هتغني له راب خلاص. وابوك كان بيشحت بشرف، عم عطيه جميله على راسنا من فوق. وانا عن نفسي يا عم واخد عهد اول لما اغتني هشتري جزيره واسميها بورتو عطيه. كده مش ناقصنا الا حاجه واحده بس. ايه؟ ان احنا نتعلم ايطالي كويس. وانا ظبطت قبل سماح. ايه؟ ظبطت مع قبل سماح. ولا حورس فراشه قطع ودنه ورميها في الموكيت تحتينا. نعمه فراشه استخبى ارفع الشنطه، مش عايز حد من الحاره يشوفك. ده هم هنا لو شافوا سندوتش همبرجر بيقلبوا الدنيا. تخيلوا يشوفوك انت. بس اقف اخلع بقى في هدوء. انزلي انزلي انزلي. خلي بالك. استنى 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 استنى. خلي بالك مش عايز حد يشوفك. عايز حد يشوفك للروح في داهيه. اكونوا يا بكتيريا. انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح انا. انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح يا جدعان. انا ما لقيتش ميس سماح اللي هتعلمنا ايطالي، لقيتها هتقبض عليها، فجبت ميس يانا هتعلمنا بقى ايطالي بقى. ايه؟ 100 100. هتعلمنا ايطالي ليه؟ مش احنا المفروض مسافرين ايطاليا يا ابني؟ يعني ايطاليا تجينا لحد الحاره، نقوم احنا نسيبها ونسافر؟ في زيها كتير هناك. اهدى بس. اسمعني بقى انت كويس واهدى. النور مكانه في القلوب. انا خلاص لقيت اللي انا عايزه. بتقول ايه يا ابني؟ انا عايز اتجوزها واقعد في بيتنا ومش عايز اشوف النور. هو ايه ده؟ مش عايز اشوف النور يا حور. مش بتعمل ايه انت كمان؟ This is Rex. I am dog. You dog? Yes. Rex؟ مش عارف بيعمل كده ليه، اول مره يعمل كده. مش عارف. سلمي عليه بس بالراحه. هو بس سلمي عليه. في ايه يا بكتيريا؟ يا ابني بكتيريا. So, we have to start right now, or all of you will pay for overtime. أنا شفت كل حاجة وسمعت كل حاجة. أنا عايز حلويات. حلويات يا فراشة؟ أنت عندك السكر. أنا عايز حلويات. أنت في سنان في بقك يا فراشة؟ أنت هتتجنن. إيه رأيك بقى؟ لا فيها يا خفيها. طلعها طلعها وفوق الواد لحد ما أشوف فراشة. حاضر. يلا. هيفضحنا. تعالي معايا. هيفضحنا. اسمعني بس كده. انا هفضحك. انا طلعك للحلويات. والله هفضحك. انت مش عايز حلويات؟ عايز حلويات. تاكلها؟ اكلها. ده انا اكل ابوها. بعد اذنك يا مدام ممكن تشخبطي بالراحه عشان نعرف ننقل. انا مش فاهم حاجه. انا حاسس اني هسقط. يا جدعان النجيبه حلوه قوي. Итак, начнём. Буква Х. Х. Ah. Ha. Ah. Ha. Ha. Like ha. والله العظيم بنت نسمة. العسل يا بنت العسل. الله عسل. سلوفا خليب. 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 اوكي. هول. هول. اوبن اوبن. هول. 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 ايه انا فيه؟ استني بعد اذنك لحسن الواد بقه يقع منه. خرشو خريان 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 خريان. خرمة خرمة خرمة. بتاع الكاوتشي دي ولا ايه؟ ما تخليك مختارا بقى. برداز جايم. ممكن يا ابله تريحي بس 5 سنتي على جنب. العلامات اللي هي عاملاها والمقشات والشوك والمعالق ده روسي. بص ده روسي يا شريهان. اتفرج معاكوا في ايه؟ البت دي ساحره وبترمي علينا تعويذه. ممكن يا ابله تترجمي العته اللي انت كبده عشان نفهمه؟ песня. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Трусишка зайка серенький под елочкой скакал.
الست اللي بتهوهو عليها دي هتبقى مراتي وتبقى عشيتي. ارجع يا انت اهو ايه ارجع يا ايه يا عم ده الجرأة اللي احنا بنتعلم عشان نسافر. ارجعوا ارجعوا. ساديتيس ساديتيس ساديتيس. ما تركزي معانا بقى في ايه؟ ما انا مش ممكن اللي انت بتكتبيه ده، ما احنا لازم نفهم. شتو؟ شتو ايه؟ ما تترجمي الكلام اللي انت كاتباه ده. ساديتيس باجاوس. ما انا على الطلاق ما فاهمك برضه. ساديس ايه ساديدس ده؟ ساديدس ده كوتشي يا عم بقى، تعالى اقعد اتهد بقى. ايه في حاجه في وشي ولا ايه؟ تاك ابلع عشان مش قادر. في في مينيا понимаете؟ Да. Встаньте. Спасибо. حلويات الواد ده هو حلويات حلويات وبنحكوا عنه كتير حكايات. فراشه خد المزه ودخل اوضتي. الواد ده هو حلويات حلويات حلويات. الواد ده هو حلويات. خد يلا. انت خلاص راكب دماغك ونويت السفر، لا نملي الزباله دي كلها ليه؟ ايه ياما الناس دي ضيوفنا، وبعدين يعني هما مش هيوسخوا لك القصر الجمهوري اللي احنا قاعدين فيه. انا اسف يعني، انا كان نفسي يعني نعمل اللمه دي عندنا في البيت، بس بيتنا اوسخ من المكان اللي احنا فيه. يعني مفيش حد حكيم وعاقل يمنع اصحابه من الهطل ده؟ ايه القرف ده؟ ايطاليا ده كلها مكرونه. يا عم زيزو يا عم زيزو، معروف ان انا اكتر واحد شاري العقل في الناس دي كلها. انا اللي اقنعتنا نسافر ايطاليا على فكره. يا اختي يا ريتني كنت خلفت باغل كان نصفني عنك. سيبكم من كلام اهاليكوا ده، انتوا لما ربنا يفرجها معاكوا هناك والبلية تلعب معاكوا تبقوا تبعتوا لي لحسن الشحاته مش جايبه اهمها هنا. عايز يشحت بالانجليزي. شايف شايف ده ايه اللي جابه هنا عندي؟ عارفه إيه؟ ده انا ما استعناش يقعد على الكافيه عندي واديله كوبايه شاي فتله. هو انت مسمي ده كافيه؟ ده غرزه. لا بقول لك ايه، مش هنا الغرزه، لكن لو مديت ايدك تاني هعمل لك هنا غرزه. ياما ياما انت المفروض ام، يعني الجنه تحت رجلك، انت كده تحت رجلك كباريه. يا جماعه يا عم بتعمل ايه؟ افهموني كويس، احنا مسافرين خلاص ايطاليا، وانتوا دلوقتي مالكوش الا بعض، مش عايزين نسافر ايطاليا نرجع. سيب القله. بتعمل ايه بالقله انت؟ مفيش حاجه، انا جايلك اهو. انت رايح فين دلوقتي؟ جايلك. انا قاعد على السرير جوه، خلي بالك. مش عايزين نرجع من ايطاليا نلاقيكوا رافعين على بعض قواضي وساجنين بعض. ده انا هقطع امك. سيبيها براحتها، دي ضيفتنا. يا جماعه يا عم زيزو، وحتى لو اتخانقتوا مع بعض هنيجي نصلح ما بينكم، لاننا خلاص هنبقى هوب هاي اغنية وننتج فيلم ونبيع قصة كفاحنا. بس يكون هندي ميراج هبوب. ما خلاص يا اما في ايه؟ يامك مالها يا عم؟ هي بتتفرج على اختي هتلر خلاص، والدكتور قال محدش يكلمها. بقول لك إيه؟ ايه، انا عايزك تقعد مع ابويا قال عشان ابويا واحدة هنا. يا عم ابوك ايه اللي اقعد معاه ده؟ يا عم ده كل ما بيشوفني بيقول له سهر، كنتش عارف يعني ارد اقول له ايه. يا عم انت ايه المشكله؟ انا ذات نفسي بيقول لي انا نرجس. نرجس هتوحشيني قوي يا سهر. ايه يا عم زيزو مش كده؟ يا اختي يا اختي مش عارف اعمل ايه. اقول لك انا ما بحبش الناس الا صوتك مكافحه التزاوج. يا بطل تخلي معلش 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 يا محورة معلش عندنا معلش. لا يا رب دب فيا الصحة، دب فيا الصحة امرمطها معلش، وبعد كده بليني. ارجع ارجع يا اما انت بتدعي بتهزري يا اما بتقولي ايه؟ ما تدعي عليا يا اكتر. لا نعمة لو ما سكتوا لا تسيبوا حلوة ولا تقولوا حلوة ولا كلكم في قعدة تواوع عالية. يا اما في ايه؟ ودعوا بعض احسن لكم خلاص. الطيارة اللي جاية تودينا على ايطاليا ايه في الجو؟ ايه جاية تخطى من على السطح؟ ما خليش اتجنن عليكم. اسكت يا ابني. اهو 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 يا جماعه، جزمه طلع وشكله كده ناوي على شهر. خير جزمه؟ اه. وتحط علينا يا جدعان. نهار اسود ومنيل بستين. بتعمل ايه؟ في ايه؟ خير جزمه طالع يالا كونو. يا نهار اسود. طب يلا بينا. طب وشنطنا؟ شنطنا ايه؟ انا معايا شنطتي خلاص. طب وبوكسراتنا؟ ما بيلبسوش بوكسرات في ايطاليا. يلا يلا.
جاز مجالكو. سلموا عيالكو. خش يا بابا اوعى اوعى. اسمه ده كده نقطه داهيه ولا داهيه ولا حاجه يا ابني. خير جزمة عارف كل حاجة. بص ده جزمة ويفضل طول عمره جزمة. خلاص اسمعوني، احنا من هنا على جلال فيزا على المطار على الله بقى، ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. يلا روح معاهم ولا مش كده؟ روح فين؟